لو عرض عليك تدريب المنتخب الوطني أو أحد المنتخبات الوطنية؟ الحقيقة فكرة التدريب لغيتها من بالي لسبب واحد. أولاً لما أنت تكون لاعب تقدر تحافظ على نفسك، نومتك، لعبك، تمرينك الزايد، أكلك، شربك، المكملات الغذائية، زيادة التدريب. لكن من تكون مدرب أنت مسؤول عن مزاجية 30 لاعب، صحيح، 15 إداري، ملايين الجماهير. تحصلتك صغيرة يعني؟ ها؟ أنت حصلتك صغيرة ما تحمل؟ حصلتي صغيرة. لا، وبعدين مثلاً من تدرب تفوز يعتبرك نجم، شيء عادي أنه صحيح. أنت الفوز وقدمت، لم تخسر أنت تمسح، يمسحون تاريخك صحيح. كله. ما تعودت أنه أحب الغلط وال يعني والشتائم، وأحب التاريخ يكون نظيف جميل، الناس كلها تودني يعني. ولا زال كابتن حقيقة أنت منورنا، منور بيوت كل العراقيين بهاي الطلة.